الفكره طبعا شو بنقول لك، قذيفه كعميزه اجت، كنا مكعمزين هنا والشباب، قصدي هذه طبعا معصره قديمه، هذه كوشه نتاع فخار كانت نتاع جدي قبل. كعمزين هنا دار الاولاد، واحد من الاولاد خش لداخل لقى الجو وقت اول برا هنا الجو، لقى جو كويس لداخل بروده، قال لي نخشوا لداخل. خشينا لداخل لقينا جو بارد، طبعا كان في ساعي قديم نتاع جدي. من الخش هذيك كان طلقت الفكره، توكلنا على ربي وبدات فيه بشويه بشويه، اول ما بديناها بحاجه تافهه بعشرين جنيه. طلقت الفكره، توكلت على ربي، بديت بشويه بشويه، كل مره ندير في حاجه على اساس اني من ديره كعميزه لي انا خاصه داموس، قصدي انا والشباب. طلقت الفكره، بدات تطلع كل مره، تطلع لي فكره كل مره حاجه، بدات نطور فيه، طور لانه وصلت لاني فيه توا. وطبعا استعمل شنو ما الحاجات الانتيكة هذه، ضرب تركز على الحاجات القديمة اللي هو زي توال الزيتون، الصنور، الشمنت البيضة، رشاد الوادي، الحاجات القديمة كلها، وتركز على الحاجات القديمة. والحاجات القديمة قصدي أصعب من حاجات قصدي البني الجديد، توا البني الجديد ما يكلف زي البني القديم. القديم قصدي ديكوراتك كلها بروحها لها حسبة، قصدي دبل، وكل مره نديروا فيه دعسه بشويه بشويه، لقطوا شويه نديروا حاجه، كل مره لقيت ندير حاجه. مازال عندي باذن الله، قلت خلينا نتم الاول جناح هذا، مازال في جناح ثاني، مازال في من جهه ثانيه جناح، حتى هو مداير دواميس ثانيات، في حوض سباحه حتى هو كان سخر ربي، في غادي منا حتى هو دواميس ثانيات. نكبروا الموضوع، الحلم مازال قدام ان شاء الله بقدره الله، بعد السنين الجايه يولي مشروع كبير وسياحي وواجهه للبلاد. لأن اليوم في حروب، في قصدي عدم سياح، لكن غضوة غضوة بتنفتح البلاد، تتفرج تفراج إن شاء الله، قصدي حيجوا حتقعد واجهة للبلاد وواجهة ليفرن وتقربصت بالذات. إن شاء الله ربي يوفقنا اللي فيه الخير أكثر إن شاء الله. زين أمتى بدت الفكرة؟ درت مشروع تجاري ونجح الحمد لله. من قلت لك أنا ما كانش أصلا في البال إني منفتح مازال، لكن زين تقول جو جروب، خشوا يوم، اليوم هذاك اللي خشوا فيه الجروب انفتحت الرحله، بدا كل يوم ايجار. قلت على الاقل ما دام بدا والحمد لله سخر ربي بدا يخدم، على الاقل يخدم نكمل به الاجنحه الثانيات، هو يخدم لي لجنه حتى ثانيات، يتم لي الحوض دواميس الجناح الثاني، يعاون على الاقل شويه. لان كما تشوف انت قلت سيوله، ودوله معدومه، لا في سياحه، لا وزاره سياحه، الدوله نيم ندعمها، انا تو ندعم في الدوله بالسياحه من جيبي الخاص. أنا نخدم على التاكسي، نطلع 200 جنيه، زين تقول نخدم أربع أيام، نطلع 200 300 جنيه على التاكسي، نوفر 150 جنيه لصغاري و 150 جنيه ندير فيهم في مشروعي يعني. أنا. إن شاء الله ربي يسخر الأمور. بإذن الله. القدام الحلم كبير، نبي مازال نبي ندير موضوع متحف، قصدي الحاجات نلم فيه الحاجات الأنتيكة كلها، نبي ندير لا إله إلا الله منتزه حتى الاطفال الصغار، درجيح، سلحابات، وفي افكار قصدي هلبه، لكن ان شاء الله ربي يسخرنا حتى السيوله لها دور.